الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يصادف هذا اليوم، بل هذا اليوم وما قبله بيومين أو ثلاثة، أياما باردة شديدة البرودة، وذلك خير للإنسان والنبات، فإن من الأمراض ومكروبات الأمراض ما لا يقتله إلا البرد الشديد، كما أن منها ما لا يقتله إلا الحر الشديد. فالله عز وجل له حكمة فيما يقدره في خلقه وفيما يشرعه له، فكما أنه عز وجل حكيم في شرعه فهو كذلك حكيم في قدره. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع، فكلما اشتد القضاء والقدر خف من الشرع ما يناسب ذلك، ما يناسب تلك الشدة. ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا اشتد البرد مع ريح تؤذي الناس، فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يجعلها في حرج. وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين، ويدل على أنه إذا لم تكن مشقة فإنه لا يجوز الجمع. والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء، ريح باردة. أما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به. ولهذا لو سألنا سائل: هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد؟ لقلنا: لا، لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوبا بريح باردة تؤذي الناس، أو إذا كان مصحوبا بنزول الثلج، فإن الثلج إذا كان ينزل يؤذي بلا شك، فحينئذ يجوز الجمع. أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع. فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي فإنه آثم، وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة وغير معتد بها، بل عليه أن يعيدها. وإذا كان جمع تأخير كانت صلاته الأولى صلاة في غير وقتها وهو آثم بذلك. هذه مسألة أحببت أن ننبه عليها، لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس، وهذا لا يحل لهم. ثم نعود إلى ما اعتدناه من افتتاح هذه الجلسة بل هذا اللقاء بآيات من كتاب الله. اخترنا أن تكون آيات الجزء الأخير من القرآن لكثرة تردده على المسلمين في صلاتهم